وزدنا علما. يمكن قبل ما اطلع على الهوا بسأل سؤال، بقول اخطر او اسوأ اختراع في تاريخ البشرية؟ الهي الاجابات كلها اتفقوا على انها السيجارة. هنتكلم عن التدخين، والتدخين انا بعتبره فعلا اسوأ اختراع في تاريخ البشرية، وان الضحايا بتاعت السيجارة اكتر من ضحايا اسلحة الدمار الشامل القنبلة الذرية. وفعلا السيجارة تستحق لقب أسوأ اختراع في القرن العشرين وأيضا القرن الواحد والعشرين. وهي تبدأ بطريقة التقليد، يعني هتلاقي الفتى والمراهق والصبي واليافع بيعتبر دي من علامات الذكورة والرجولة، خلاص بقى الولد بقى كبر يبدأ السيجارة. وبعد كده تبدأ تنتقل من مرحلة التقليد إلى التعود وتنتهي بالإدمان. وهدي يقول لي السيجارة إدمان؟ أيوة السيجارة إدمان، وهنعرف في التفاصيل اللي هنقولها إزاي السيجارة إدمان. بس قبل ما نقول السيجارة ومكوناتها وتأثيرها على القلب وخطورتها، أنا بحب لغة الأرقام، لأن لغة الأرقام يعني في الغالب صادقة وأحيانا صادمة. ولو عرفنا أرقام التدخين في مصر هنزعل كتير قوي. ليه بقى؟ يعني بلد لسه في طريقها للنهضة والنمو، المفروض الموارد يعني تستغل في حاجة غير الحرق والهدم. أنا بعتبر السيجارة معول من معاول الهدم والحرائق وإشعال الحرائق، وبتفتك بالصحة وطرح من الدخل القومي والرصيد القومي. وهنقول ليه هي طرح من الرصيد القومي؟ لما تعرف إن المصريين في السنة بيستهلكوا يعني 4 مليار علبة سجاير، يعني 80 مليار سيجارة، رقم عالمي. احنا للأسف ايضا زي ما كنا في الضغط وفي السكر بنحتل، والوزن زيادة، سمنا مرحلة متقدمة وترتيب في مقدمة الأمم، ايضا في المدخنين نحتل مرتبة متقدمة. والنمط التدخين بتاعنا مختلف تماما. يعني هم عندهم دلوقتي كل سنة جمعية القلب الأمريكية والأوروبية تنزل تفاخر وتتباهى ان عدد المدخنين بيقل، احنا للاسف عدد المدخنين بيزيد. وشرائح المدخنين بتتنوع عندنا، يعني بعد ما كان التدخين قاصر على الرجاله والكبار، دلوقتي بقى عندنا اطفال مدخنين. تخيلوا عندنا اطفال مدخنين يعني عددهم يزيد عن 70,000 في مصر، رصدهم المجلس القومي لمكافحه التدخين تحت سن 10 سنوات، يعني 9 سنين 8 سنين بيدخنوا أطفال الشوارع. عندنا أطفال الإعدادي بدأوا يدخنوا، عندنا تحت سن 15 سنة أكتر من 500,000 طفل مدخن. دي كارثة كبيرة جدا لما الطفل يبدأ حياته بالتدخين. أنا في ناس يقولي مثلا عنده 40 سنة أو 50 سنة، أقول له أنت بتدخن بقالك كم سنة؟ ولا 40 سنة؟ أقول له 40 سنة إزاي ده أنت عندك 50؟ يقول لي ما أنا بدأت صغير قوي. فدي حقيقة واقعة إن هو التدخين في الطفولة، وده من أخطر ما يمكن. كمية الفلوس بقى اللي بتتصرف على السجاير لا تقل عن 7 مليار جنيه. تخيلوا 7 مليار دولة يفيدوا ازاي الأسرة المصرية ويفيدوا ازاي المجتمع المصري لو استغليناهم في حاجة مفيدة لصحة الإنسان المصري، وما استهلكناش قدهم أيضا في علاج مضاعفات التدخين ومشكلات التدخين. طب هي أنواع التدخين؟ واحد يقول لي أنا عمري ما دخنت، أسمع صدره ألاقيه بيزيق، أعمل له أشعة على الصدر دي رئة مدخن، يقول لي والله عمري ما دخنت. طيب البيت عندك؟ لا البيت كله مدخنين، الشغل كله مدخنين وقاعدين في أوضة واحدة، وبعد الظهر بروح مع واحد صاحبي كده حريت سجاير. أنت يا حبيبي مدخن زيك زيه. ده بنسميه السكند هاند سموكر، كان زمان بيسموه التدخين السلبي، دلوقتي بيسموه التدخين بيد الآخر، واحد بيدخن لك. اكتشفنا إن التدخين السلبي أخطر مما كنا نعتقد، واكتشفنا ان حوالي 30% من اللي بيدخنوا المدخن الاول يعود على المدخن الثاني اللي هو قاعد الجليس بتاعه. لذلك انا دايما اقول المصطفى نهى عن جليس السوء وشبهه بنافخ الكير. عارفين نافخ الكير؟ زمان كان فيه كده واحد مهمته ان هو بيلمع الاواني النحاسيه فيجيب الكير، فالكير ده حاجه بتطلع شرار ويطلع ريحة بتاعت بيحرق قماش كده، فريحة وحشة، وفي نفس الوقت ممكن شرارة منه تحرق لك اللبس اللي انت لابسه. فالتشبيه بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جميل جدا، انا بطبقه على المدخن بتاع السيجارة. قال اما ان يحرق ثيابك
واما ان تجد منه ريحا خبيثه، اي رائحه خبيثه. وفي رائحه اخبث من رائحه السيجاره، اللي العلماء حسبوا المواد الضاره اللي فيها والعناصر الضاره اكتر من 4000 ماده ضاره، منهم 40 ماده عندها قدره على احداث السرطانات في كل انواع الجسم، وسبع مواد ممكن تعمل تصلب في شرايين القلب وجلطات في الشرايين التاجيه وشرايين المخ. في اخبث من كده رائحه؟ ايضا السيجاره مش بس هتديك الريحه السيئه، ايضا الطافيه بتاعتها، لو انت واحد لابس بدله شيك بقى كده وقاعد جنب واحد بيدخن، ممكن تيجي طافيه تحرق له الايه، فهو اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. الحقيقه اللي اخترعوا السيجاره عرفوا ضرر السيجاره. واقول لكم كلمه ايضا صادمه قالها واحد من الناس اللي هم اخترعوا السجاير واللي بيصدروا السجاير. احد المسؤولين كان مرشحين في الرئاسه الامريكيه في مرحله ما، مش هقول اسمه، لكن هو اتقال له ان في دوله في الشرق الاوسط استيرادها من امريكا من التوباكو، التبغ او الطباق اللي بيتعمل سجاير، وصل مليار دولار في السنه. تعرفين تعليقه قال ايه؟ دعنا نصدر لهم الموت، دعنا نصدر لهم الموت. الكلمه دي مسجله وموجوده. فهو اعتبر ان السيجاره ده تصدير للموت. طيب احنا بنستورد الموت بايدينا وبفلوسنا، وبنجيب ما يضيع صحتنا بايدينا وبفلوسنا. فلو سمحت ايها الصديق او المشاهد او الاخ او القريب المدخن، لو سمحت من فضلك اترك التدخين فورا. في ناس يقول لك يا حبيبي انت هتعقد علينا من دلوقتي، انا لسه راجل في العشرينات، فين بقى اما القلب يتعب؟ برد عليه اقول له يا حبيبي صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الازمات القلبيه. ياما شباب كتير، ويمكن انا حكيت قبل كده في حلقه عن شابه 18 سنه جالها ازمه قلبيه. لا انا شفت بقى من الولادة 14 سنه عنده جلطه في الشريان التاجي. والعشرينات والثلاثينات نص العنايه المركزه في معهد القلب. رغم ان سن الشريان التاجي في البلاد المتحضره 70 80. لما بيجوا هنا ويشوفوا يقول لك لا احنا ما شفناش النمط ده، نمط تصلب الشرايين والجلطات وازمات القلب اللي عندكم، لا ده مش موجود بره. اقل لي 10 سنين على الاقل. يعني لو نفسي هذا الانسان المناظر ليه بره هجيله في الاربعين، هنا بتيجي في الثلاثين. تدخين وعدم الحركه والضغط العصبي والنفسي والتلوث البيئي والنمط الغذائي اللي مش صحي، كل ده بيساهم مع بعضه. احنا اتكلمنا قبل كده عن مثلث الرعب الصحي او مثلث الخطر عن القلب. على فكره المثلث ده ممكن يبقى مربع لو اضفنا ليه اللي هو ضلع التدخين، لان يعني التدخين قاسم مشترك اعظم في امراض القلب. ودايما انا السؤال ده بساله على طول، واكتر حاجه بتعمل لي يعني ارتكاريا وحساسيه وانا داخل مكان الاقي واحد ماسك سيجاره، اقول له السيجاره دي بتقصف عمرك يا دكتور ما بتعقدهاش، اقول له لا بعقدها، اصل دي حاجه اختياريه بايديك. يعني انت مثلا لا تستطيع ان تتحكم في جيناتك او استعدادك الوراثي للازمات القلب. اتولدت عندك استعداد وراثي، نصيبك قدرك حياتك ان انت تبقى مريض سكر، ان انت تبقى مريض ضغط، لكن انت تستطيع ان تتحكم ان انت ما تبقاش مدخن. وفي ثانيه النهارده انا قررت ابطل السجاير، بكره هبقى غير مدخن. هنتكلم عن التدخين وطرقه واضراره والشيشه وحاجات تانية كتير. يا رب نطلع من الحلقة دي واحنا كارهين السيجارة، وننوي نية صادقة، وخاصة في رمضان الكريم، وده فرصة للي عايز يبطل سجاير، ولكن بعد الفاصل.